النهاردة الحقيقة الدار شرفت بافتتاح أعمال التطوير من قبل السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية، اللي كانت مهتمة جدا بالزيارة إنها تطلع على الأنشطة المختلفة اللي الدار بتقدمها للبنات. كان في زيارة للجيم وقاعة الألعاب الرياضية، ودي قاعة إضافة جديدة تحط أجهزة رياضية للبنات يمارسوا فيها أنشطة رياضية. كان في قاعة، عدة قاعات للتدريب على الحرف اليدوية، عندنا مشغل للخرز، عندنا مشغل تفصيل، وعندنا أيضا قسم للفخار والخزف. زارت سيادتها هذه المراكز واتكلمت مع البنات عن الأنشطة والتدريبات اللي بيحصلوا عليها. أيضا كان في اهتمام بالشق الفني، في مسرح صغير اتعمل، وحضرت حرم الرئيس أغاني البنات قدموها بنفسهم وهم اللي اختاروها وهم اللي عملوا عليها استعراض قصير. وكمان كان في زيارة للوحدة أو العيادة. العيادة مهمة جدا لأن هيبقى فيه لأول مرة ملف طبي لكل نزيلة، وهيبقى فيه متابعة للحالة الصحية. طورنا العيادة وجهزناها ويبقى فيها ممرضة مقيمة وزيارة 3 مرات من الطبيب. أيضا كان في مدرسة ابتدائي موجودة جوه الدار، المدرسة بيشرف عليها وزارة التربية والتعليم. حرم الرئيس زارت المدرسة وشافت الفصول وشافت التجهيزات، والحقيقة أوصت بأن احنا نبتدي نجهز للأولاد للبنات الكتب والاحتياجات المدرسية وتزويدهم بكل اللي بيحتاجوه استعدادا للعام الدراسي. أيضا كان عندنا زيارة للمطبخ واطمئنان على الوجبات الغذائية والبرنامج الغذائي، وكان في جزء من البنات موجودين في قاعة الطعام تحدثت معاهم واطلعت على التجديدات اللي حصلت للمطبخ. زيارة حرم الرئيس لدار الرعاية النهاردة يعني ده تأكيد لتبني سيادتها كل أطفال الشوارع، تبنيهم واهتمامها إن هم يتحصلوا على أفضل رعاية. كانت حريصة جدا يكون في مكتبة متواجدة للفتيات عشان يقدروا ينموا المعلوماتية عندهم والتثقيف والتعليم. كصندوق تحيا مصر احنا بندرس المشاريع، وطبعا بيكون من خلال توجيه من سيادة الرئيس، وكمان حرم سيادة الرئيس بتتابع معانا إن احنا بنقدم أحسن خدمة، بنبص على الجدول الزمني عارفين إن احنا نتحرك سريعا، مش بس في محافظة هنا في القاهرة أو الجيزة، ولكن احنا إن شاء الله يبقى في أماكن مماثلة وكمان في المحافظات المختلفة. احنا كنا بنقول من أهم المحاور احنا الاستثمار في المواطن في الشباب، فهم دول يعني ولادنا، ولازم ان هم إن شاء الله ياخدوا كل الخدمات والرعاية اللي أي طفل في بيتنا بياخدها.